لمتابعة هذا البيان الذي وجهه الشيخ عبد الله بن علي الثاني إلى عقد اجتماع وطني ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض مع الأستاذ عبد الله ناصر الهيلة المدير الإقليمي لصحيفة عكاظ بالرياض. بعد التحية قراءتك لهذا البيان سيدي. مساء الخير. أولا هذا البيان أعتبره تاريخي الذي أصدره الشيخ عبد الله بن علي الثاني. ويكتسب أهميته ومصداقيته كونه يأتي من رجل حكيم طبعا يحرص على قطر وشعبها أكثر من القيادة القطرية الحالية التي يلحظ الجميع تخبط سياساتها ونصبها العداء لدول وشعوب مجلس الدعوة الخليجي وبعض الدول العربية مستغلة الإرهاب الذي تدعمه، وأيضا لما لهذا الرجل من مكانه في قلوب القطريين باعتبار أن جده ووالده وأخاه حكموا قطر وكانوا من المؤسسين لدولة قائمة على العدل وترتبط مع دول الخليج بعلاقات أخوية قوية وأيضا مصير مشترك. هذا المصير لم ينفك إلا في عهد الحمدين وتميم. ولا شك أن الشيخ عبد الله طبعا الذي يحظى بمحبة الشعب القطري لم يصدر هذا البيان الهام إلا بعد أن وجد الظروف مهيئة له لمعالجة الأوضاع المتدهورة في بلاده أيضا، وما وصل إليه حال الشعب القطري الذي نعرف أنه هجر من وطنه وسلبت إرادته. إضافة إلى أنه لا يمكن للشيخ عبد الله أن يصدر مثل هذا البيان ما لم يكن مسنودا بدعم إقليمي بل أعتقد عالم ومن أمراء الثاني ومسؤولين قطريين وشيوخ ووجهاء القبائل. لإيمان الجميع طبعا أن هذا النظام القطري الحالي الذي يقوده الحمدين وتميم أصبح يشكل خطر عليهم. ويكفي لأهمية هذا البيان أختي العزيزة أن ردود الفعل السريعة جاءت بعد أصدار البيان سواء من أفراد في الأسرة الحاكمة القطرية أو من القبائل والفعاليات داخل قطر وخارجها طبعا. نعم، لو نتحدث عن المشهد القادم، كيف سيسهم هذا البيان بتغيير المشهد القادم سياسيا في قطر؟ خاصة أنه قد حظي كما ذكرت بترحيب من الأسرة الحاكمة وبعض أعيان المجتمع القطري. طبعا أعتقد أنه قد يترجم إلى واقع ملموس وتتخلص قطر من القيادة الإرهابية الفاسدة. مصدر تفاؤلي بتحقيق هذا التغيير هو أصرار الحمدين وتميم ومن يصير في ركبهم على التعنت المراهق في التعاطي مع المطالب المحقة للدول الأربع. وذهاب القيادة القطرية الحالية إلى الخارج تهرب من مواجهة الواقع وتحاول إيجاد مخرج لها من هذه الأزمة طبعا، وهي أزمة كشفت بما لا يدع مجال للشك دعمها أكثر من أي مضى لنواياها الخبيثة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها. الأمر الآخر أن الشيخ عبد الله ومن معه من الشرفاء القطريين يرون أن الحكم الحالي الإرهابي يشكل خطر على دول مجلس التعاون وبخاصة بعد تحالفها مع نظام الملاذ الإيراني وتركيا. ونعلم جميعا نوايا إيران تجاه المنطقة ومحاولاتها المستمرة لإزالة أمنها واستقرارها أيضا وإطلاق عن شعوبها. الأمر الآخر أنه كشفت هذه الأزمة أن المحمدين وتميم ومن يبارك إرهابهم قد أدار ظهورهم للشعب القطري ووضعوا ثقتهم في المرتزقة الأجانب للأسف الشديد الذين ينعمون بخيرات الشعب المحروم منها. والشواهد كثيرة طبعا سحب الجنسيات من قبائل عريقة أسهمت في أمن واستقرار قطر. وصل الأمر أيضا إلى أن القوات التركية التي تحتل الدوحة اليوم هي من تتحكم في شؤون المواطنين القطريين وترعى مصالحهم. طبعا هذه كارثة ومأساة ومسألة كرامة لا يقبلها أي شعب في العالم. إذا أمام هذه الممارسات طبعا للنظام الحالي أجد أن الأرضية جاهزة، وأعتقد أن الأمر مسألة وقت فقط للتغيير القادم بإذن الله تعالى في قطر. نعم، الأستاذ عبد الله ناصر الهيلة المدير الإقليمي لصحيفة عكاظ بالرياض، شكرا جزيلا لك.